عليكم. السلام لكل متتبعي القناه امينه كيشانيل. كيف كتشوفوا اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الحلوه ديال يونيكورن ان شاء الله. غنوريكم التزيين ديالها. بالنسبه للكيك راه الجينواز ديجا شاركت معكم في القناه وغلفتها بالكريمه. صافي هادشي اللي كاين. غلفت الكيك اللي عندي بالكريمه وغادي ان شاء الله دابا ندوز معكم التزيين. بالنسبه لاباتاشيك غادي نحتاجوا البيضه، هي ديجا مددتها. نحتاجوا الغوز، شيبيه، وعندي هذا اللون انا اختاريته من القش الفيولي، خديت هذا اللون هذا، وعندي الصفر، وعندي الكحل باش غادي نديروا هذوك الرموش ديال اليونيكورن. نبداو على بركه الله. هاد لاباطا سوكر كلها غادي نهبطها على الجناب باش تجيني مقادة. صافي كنقاد هاد الجوانب كاملين وكنقطع هاد الزائد اللي عندي في الجناب كيف كتشوفوا، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ودابا ان شاء الله كيف كتشوفوا غادي نوريكم هاد البريده هادي كيف صوبتها باش غادي نزوقوا هاد الحلوه ديال اليونيكورن ان شاء الله. كيف كتشوفوا هنايا بالنسبه للعجينه انا ما رققتهاش بزاف، خليتها شويه غليظه، ماشي كاع بزاف، وماشي ماشي رققتها ماشي غلطتها، درت على هاد الشكل هذا. صافي غنقطع بحال هكا على هذا الشكل هذا كيف قلت لكم، ما غاديش ما غلطتهاش بزاف وما رققتهاش، هي بين وبين. غادي ندير 11 دائره بحال هكا باش تخرج لي القياس هذيك ديال هذيك الورده اللي درت انايا. صافي دابا عندي 11 دائره. كناخذ الصفر كنحاول ندير منه هذيك القاعده الوسطانيه ديال هاد الحلوه هذه اللي غادي نصوب، كنحاول ندير ليها هكا. كيكون هاد الفوقاني رقيق وهاد التحتاني كنخليه شويه عريض، هو اللي كندورو عليه هذوك الوريدات اللي غادي ان شاء الله نديرو دابا. كنديرو هكا، كنشدو هاد الورده كنحاولو نديرو نشا في يدينا، نحاولو نديرو نشا وكنورقو على هاد القنت الفوقاني مزيان حتى كنرقوه، كنخليوه يترقق اكثر من هاد التحتاني كيف كتشوفوا باش كتجينا ديك الدوره ديال الورده. صافي كنستمر هكا الورده كامل، كنضرب هاد النص كامل كله كنرقوه وكنخليوه التحتاني شويه غليظ، خاصو يجينا غليظ من الفوقاني. ضروري ما خاصنا نديرو يدينا في النشا، الا ما درناش يدينا في النشا كتولي لاباطاسيك كتعكد تلصق لينا بزاف ما نقدروش نتحكموا فيها. صافي كنبقاو ديما كنديرو ورده كنساليو بهذيك، نبداو بالاخرى من النص ديالها وحنايا غاديين حتى كنساليو هاد الدوائر كاملين. صافي غنبداو عاوتاني من هنا.
صافي غادي نكملوا هذه حتى هي، وحنا سالينا في الاخر غادي نجمعوهم كاملين، غنديروا في ايدينا شويه ديال النشا وغادي نضغطوا عليهم كاملين مع بعضياتهم باش كنجمعوهم. كيف شفتوا حنا ملي كنضغطوا البرده كتحل. صافي كنديروا له هاد الوريدات هكا، كنحلوهم هكا شويه وكنقطعو به هاد الزائد اللي بقينا ديال عجين السكر. صافي كتجينا الوريده على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا، وهذا كنفصلو عاوتاني الصفر على الازرق وكنستعملو عاود حاجه اخرى حتى هو كنفصلوه وكنعاودو نديرو منه وريده اخرى. وهنا كيف كتشوفوها انا درت هاد الوريدات كاملين اللي غادي نزوق بهم ان شاء الله الحلوه ديالي. درت جوج في الازرق جوج في هاد اللون هذا والغوز، وقد ما بغيتوا ديروا نتوما الورد هكا الا كان عندكم الوقت انكم بغيتوا تكملوا تصوبوا اكثر من هكا تقدروا ديروا. وكيف كتشوفوا هنايا انا غادي ندير دوك الودينات ديال اليونيكور، نقطعهم هكا ونقطع هكا، غادي نشد هاد الدوائر غادي نثنيها هكا على جوج دائره وغادي نحاول نقطع هكا مستقيمه بالمقص. هذه ديال الكلودينه انا كنورك عليها بحال هكا، كنفضل انني ندير بحال هكا وما نديرش فيها الكيغدو على حسب الدراري الصغار كيف كتعرفوا كيهزوا هكا الحلوه تقدر يدوز شي كيغدو في الحلوه ولا يعضوا الدراري الاحسن نتفاداوها. صافي هكا كتحطوها على هذا الشكل هذا كتخليوها حتى كتقصاح. انا وجدتهم البارح كيف كتشوفوا وجدتهم بليله. صافي ها هي وقفت الكلودينه، غادي نوقفها غير هكا على الحلوه ديالي ما غاديش ندير فيها الكيغدو. صافي على هذا الشكل هذا كيف قلت لكم على هذا الشكل اللي وريتكم دابا كيفاش كنصبوا دوك الودينات. ان شاء الله دابا غادي ندوز معكم باش نوريكم هذاك القرن اللي كنديرو في الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا هذا اللون عندي انا قسمته على ثلاثه، غادي ندير لي على هذا الشكل هذا، غادي هكا ندورو على هذا الشكل هذا كنت رقيق وكنت يبقى عندي شويه عريض، غندير ثلاثه بهم هكا في الاخر غادي نشدهم كاملين بهذا الشكل هذا، غادي نضغط هنايا شويه وغادا نبدا كنلوي. صافي غنلوي هكا وفي الاخر غادي نقطع هذا الزائد اللي عندي هنايا. صافي ها هو الكم تكون عندي موجود. انا شنو درت فيه البارح، درت فيه كندير درتو بليله قبل بصراحه، ها هو عندي انا دابا واجد، دابا غادي غير نلونو ان شاء الله. كتاخذوه كديرو فيه واحد القطيب اللي عندها قطيب، اللي ما لقاش قطيب هكا شي عود عندنا طول هذاك ديال الشوا تقدروا ديروه الوسط باش كتوقفوه باش كيبقى ثابت باش كيقدر يقصح لنا شويه وهو مقاد ما كيخسرش لنا في الشكل ديالو. صافي دابا ان شاء الله غادي ندوز معكم تزيين ان شاء الله ديال الكيك. وبالنسبه للموف هو درت الموف، خلطت الازرق هذا الصفر اللي عندي والشيبي اللي درت قبيله هذا اللون هذا الشيبي خلطتهم بجوج عطاوني هذا اللون هذا. صافي غادي نقدر نستغنى دابا على هذا اللون هذا ما غاديش نديرو. وهنا كيف كتشوفوا انا درت هذا الدوغي، درت معاه غير واحد القطيره ديال الماء. صافي وانا كنصبغ به دابا هاد الكور اللي عندي. صافي غادي نصبغو ان شاء الله نكملو وديك الساعه ان شاء الله نتلاقاو. وهنايا كيف كتشوفو غادي ناخد هاد اللودينات حتى هما غادي نلونهم. غنلونهم غير من هاد الداخل ديالهم ما غاديش نلونهم من الجهه الاخرى حتى هي. صافي غادي ناخذ الحلوه وغادي نحطهم هنا في هاد الجنب هذا.
صافي تلونات لي من الداخل مزيان. صافي غادي نحاول نجيبهم هكا في الوسط ديال الحلوه ونزيد لون مازال هاد الجنبات من الفوق. شويه يعني هما هما الوسط ما هما يعني شويه فيتي الوسط. وهاد الشيء راه كلشي غادي يتغطى لان هاد الجنب كله غادي يتغطى. غادي نحاولوا دابا ان نثبتهم شويه بهاد هاد سميتها النيت. دابا غادي ناخذ هذاك الكون اللي صوبنا انا واخا لونته غادي نعاود لونه. ضروري ما غادي نحتاج فيه هذا لي كوردون باش غادي نلصقو ما غاديش نقدر نخليه بلاش. صافي غادي ندير له هكا غادي نعاود لونه مازال شويه حيت باقي ما نشفش. ودابا ان شاء الله غادي باش ندوزو نديرو داك الشعر اللي كيكون في هاد الحليوه هذه ديال اليونيكورن. هذا اللي كنصوب دابا هو اللي غادي ندير له في القصه ان شاء الله لقدام. غادي نرقو شويه صافي. انا غادي نسرح ان شاء الله هاد الالوان كامل معكم وندوز نوريكم كيفاش غادي نثبت لها ان شاء الله الشعر. وكيف كتشوفوا معايا انا جمعت هذوك الالوان كاع اللي درت كلهم درت واحد شي طويل من شي درت شي حاجه طويله حاجه قصيره باش تهبط لها ديك القصه هنا جنب. وهاد الزائد اللي عندي هنا غادي نقطعو صافي غادي ندير لهم بحال هكا. صافي دابا غادي ناخذ هاد الوريضات اللي صوبت معاكم غادي ندير وحيده هنايا. هذه هي الكبيره غادي نحاول نثبتها في الوسط وغادي ندير هادو جنابها صغارات. صافي غادي ندير هادو حتى هما من هاد الجناب الاخرين. ندير الزرقاء هنا احسن. ودابا غادي نحاول ندير بحال هاد الخطوط اللي درت هنا غادي نديرهم من اللور باش ندير لها الشعر. هاد الخطوات اللي غادي ندير ديال الشعر غادي نخليهم بحال هكا شويه غلاط باش غادي نفرم ليها. صافي غادي نستمر هكا من غادي نصابهم كاملين غادي نرجع معكم ان شاء الله. وهنا كيف كتشوفوا انا جمعت الالوان كلشي اللي عندي خلطتهم مع بعضياتهم وثبتهم من هاد الجهه هذه كامل باش ما يتحلوش. ودابا غادي نجرب باش ندير فيهم الضفيره. صافي الضفيره غتجي على هذا الشكل هذا هي اللي غادي نديرو لهاد الحلوه ديالنا. كيف كتشوفوا هاد الضفيره هي غادي نثبتها هنا في هاد الجهه هادي. غادي نحاول انني ندير واحد التقيبه هنايا بهاد المقص هذا. مش غادي ندخل فيها الضفيره هادي تبان بحال شعرها يعني شعرها نازل نيشان
نردو هادو الريضات ديالنا اللي كانوا هنايا، نردو هادي هنايا. وهادي حتى هي غنزيدو هنايا. صافي كيف شفتو كيكون هذا هو الشكل ديال هاد الحلوه ديال اليونيكورن. وان شاء الله دابا غادي ندير ليها العوينات باش تكون كامله عندنا ان شاء الله. وبالنسبه لهاد العوينات انا عندي هاد القطعه قد هكا، غادي نشدها هكا وغادي نحاول هكا نجي حتى الجنب قطعه بحال هاد الشكل هذا. صافي ملي قطعت هاديك التقطيعه غادي نشدها هكا، غادي نلويها صافي باش تجينا هاد العوينه هكا بحال شكل الشفره طالعه. صافي كنلوي بهاد الجنب هذا هنايا، وهذا كنخليوه بلاصتو. وانا خاصني ندير بالعكس على حسب العين الاخرى. صافي دابا غادي ندوز ان شاء الله باش نلصقهم ونوريك كيفاش نوريكم كيفاش درت ليهم. كيف كتشوفوا هنايا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديال اليونيكورن. الصراحه كتجي زوينه كيف كتشوفوا. نتمنى ان شاء الله انها تجيكم سهله وتنال الاعجاب ديالكم باذن الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ووصفه جديده باذن الله.